كنشوفوا ان كاينين تاكسيات بيض خدام وجداد، كاينين بعض الناس كيقول لك لا انا ما نركبش في القديم، خذني نركب في الجديد، شنو تعليقك على هذه القضيه؟ كل واحد وحريت فهمتيني، كل واحد فاش كيبغي يركب فهمتيني، كل واحد كيبغي، كل اللي كيبغي طاكسي جداد، كل اللي بغي القدام، كل علاش؟ ما نكذب عليك انا، ما انا كنبغي نركب في الطاكسيات الجداد، الطاكسيات هذوك القدام يكونوا سخان شويه، يكونوا الصاد البنادم في الزمت شويه والنفس ديال البنادم، هذوك الجداد كيكونوا فهمتيني يكونوا كونفورتابل وزوينين، ماشي احسن من القدام. كاين بعض الناس قالوا باللي طاكسي قديم كيتعرضوا فيه بعض النساء للتحرش الجنسي، شنو تعليقك على هذه القضيه؟ كاينه هذه القضيه، كاينه هذه كاينه وحضرت لها انا. عاود لينا. ما نقدرش نعاودك ولكن كاينه وحضرت لها واحد المراه، المهم ما نقدرش نقول لك، ما المهم هاد الدائره اللي كاينه في الطاكسي القدام. واش كان التصرف ديالك انت؟ وانا كتبها لك القدام، ما كتبها لك الله. الناس اللي كانوا الله راه دواو بيان سور كودواو فهمتيني، ما نكذب عليك ما نقدرش انا نقول لك شنو، ما سمعت صداع هادي هبطوا رونو، انا خرجت مشيت فحال الساعه الطاكسي مشى فهمتيني، الطاكسي زاد ما خلاهم هما مضاربين تما وزاد فحال. شنو بغيت نقول لهاد الرجاله او هاد الناس اللي كيطلعوا للطاكسيات القدام خصيصا باش يتحاورشوا بالنساء؟ راه ما عندهمش العقل، ما عندهمش جرام ديال العقل هذاك اصلا، واش هو مجوج عنده ولاد وقيامه وهادي، ومراه راه حشومه، راه ماشي والله شي حشومه بالله، مراه حداك راه خصك تحترمها، راه بحال اختك بحال امك بحال شي واحد، راه كيعرف انت شي. قال لك في الطاكسيات اللي ولاو دابا جداد مقارنه مع القدام، الناس ولاو كيقولوا انهم يركبوا في الجداد حسن لهم من القدام. ودي اختي حاجه اللي باينه وواضحه، ان ما كاينش شي واحد اللي غادي يبغي يركب في الطاكسيات القدام. كاين ازدحام، كاين بزاف د الحوايج، كتبقى غادي الصداع، تخرشيش، بزاف د الحوايج كاين في الطاكسي الصغيره، العكس الطاكسي الكبيره، الطاكسي الكبيره بخير مزيان، كتركب مرتاح، ما كاين لا مشكل لا والو، ما كاينش زحام، ما كاينش، خصوصا دابا في الصيف بالخصوص، يعني كاين الحراره، كاين بزاف د الحوايج اللي كيخلوك انك تعزل، بالنسبه لي انا طاكسي كبير، مادام كاينه لا بوسيبيليتي انني ناخذ طاكسي كبير غادي ناخذ طاكسي كبير. حاجة. وشنو التعليق ديالك على الناس اللي كيقولوا ان يعني الطاكسي بيضاء القديمه كتحاوشوا فيها النساء، يعني الناس النساء كيتعرضوا للتحرش الجنسي؟ هاد القضيه كاينه. عشتيها؟ ما فيش اللي عشتها وكاينه، حيت انا عشتها في حوايج اخرين، ومادام الطاكسي انه يقدر يكون هنا احتكاك ما بين المراه والراجل راه غادي يكون تحرش. وكاين انا ما غاديش ندافع على الرجال ولا هذيك، كاين حتى شي نساء اللي كيتعمدوا. كيفاش كيتعمدوا؟ هما كيبينوا، هما في الطاكسي اصلا غادا لشي حاجه اللي هي غادا اللي عارفه فين غادا، كتبدا ديباغ من الطاكسي كيكون حدا الراجل، وحنا ما كذبش عليك راه ديك غريزه كتكون غير، ماشي كنشجع على هاد القضيه، انا بالعكس انا ما معاهاش بصفه نهائيه، ولكن كاين شي بنات اللي كتبين لك وكتخليك انت دير شي افعال لا اراديه، والله يهديهم، هذا راه ماشي شي افعال اللي مزيانه، وحتى شي واحد ما غادي يبغيها وحتى شي واحد ما يتقبلها. واش كتعيد ان هذوك الطاكسيات البيضاء القدام يتحيدوا بصفه نهائيه؟ حاجه اللي هي باينه، اولا كصوره للمدينه، ملي كيكون الطاكسيات الكبار شي حاجه اللي هي زوينه، كتعطي منظر وكتعطي بزاف د الحوايج، بحال الصوره اللي زوينه للمدينه. وبالنسبه لراحه المواطن، مادام انا مخلص الفلوس ديالي راه غادي نبغي الطاكسي يكون مزيان. الطاكسيات البيضين، اشنو كيبان لك في الطاكسيات البيضين عليهم الزحام هاد الايامات؟ مع دابا العطله الصيفيه ودابا بعد ما كاين ما خدام شي شاد العطله وكاين الزحام دابا. كونجي. كونجي دابا. كونجي. لا ماشي كونجي، اليوم ما خدامش صافي. علاش ما خدامش؟ اليوم ربو. واخا، واش كنتي بيد قديم خصني نركب في الجديد؟ على حسب كل واحد الهواج، كاين اللي كيبغي قديم، كاين اللي كيبغي جديد، كل واحد وكيفاش. علاش كيبغيو يركبوا في طاكسي بيضاء جديده؟ الطاكسي الجديد زعما مرتاح فهمتي، مرتاح وهذاك الشيء جديد وناضي، ماشي بحال القديم، القديم بصاد البلايص مزاحمين شويه. كاين بعض الناس قالوا بلي الطاكسي بيض يعني قديم كيمكن بزاف ديال الرجال من التحرش بالنساء، شنو رايك في هذه القضيه؟ ما شنو نقول لك، ما هذه ما يعني واش صحيحه ولا غلطه؟ واشوف كل واحد، كاين اللي كيخلص مرا، كاين المراه اللي محترمه كتخلص بلاصه بوحدها جوج بلايص كتركب قدام ولا المهم راه هذاك الشيء راه دابا ما خلص، ماشي بحال يعني ما بغاش تتعرض للتحرش الجنسي خصها تخلص جوج بلايص. ضروري، هذيك راه من طبيعه الحال، اللي بغى يحتفظ على القمه ديالو ولا الشرف ديالو راه مزيان، بالنسبه لي انا بالنسبه لهم راه كاين شي وحدين راه عز عليهم السحام، الله يهديهم عز عليهم السحام، كاين اللي كي هو عز عليه السحام مع دابا القادمه الزمه شويه وراك عارف. بالنسبه لك تركب تبغي طاكسي جديد او لا طاكسي قديم؟ لا طاكسي جديد احسن حاجه.
سيد البيضين هو الطاكسي البيضين حيت الثمن ديالهم ناقص شي شويه داكشي باش يكون لك زاد عليهم على حسب الطبقه كله بوفوار داشا ديالو. كاين اللي قادر يمشي في طاكسي حمراء، كاين اللي ما عندوش كيمشي في طاكسي بيضاء كيتسناو ويشدو هادشي اللي كاين. فهاد الموضوع انا كنشوفو بعض الناس كيكون ما مشاش في طاكسي بيض قديم ولا خصني نمشي في جديد، في نظرك علاش؟ كيبغى ياخذ راحته، مثلا بنت كيبقى لاصق هذا دري لاصق فيها ولا كيتحرش بها ولا شي حاجه، وكاين اللي عاوتاني ما عندوش مشكل يمشي يلقى طاكسي خصو يمشي. علاقك على هاد القضيه يعني ديال التحرش يعني بالعيالات في الطاكسيات البيضاء يعني القديمه؟ ايوا هذا حيت الطاكسي القديمه ضيقه داكشي باش كتتاح لهم الفرصه يديروا هادشي. الطاكسي الكبيره شويه داك الجداد عاوتاني ما كيكون لي بلاص سيباري ما كيكونش شي تحرش. ما كنت شفتي او عينتي شي يعني شي طريقه بحال هذه؟ لا لا عمري عينت شي حاجه، لا ما عمري شفت حاجه. واخا موضوع اخر بالنسبه للطاكسيات البيضاء، الناس كيقول لك ما بقيناش بغينا الطاكسيات البيضاء القدام ولينا بغينا نركبوا في الجداد، شو علاقك على هذه القضيه؟ هو الصراحة يعني إلا جينا نهضروا على مشكل يعني النقل، يعني النقل عندنا مشكل كبير هنا في مدينة الدار البيضاء، يعني كنلقاو الخطافة كنلقاو يعني سميتو، ولكن أنا ماشي كنحب ديك الفكرة ديال أن مثلا النقل في الجديد ولا في القديم، ولكن يعني الضرورة أحكام، يعني فاش ما كان يعني راه كتقوم باللازم، يعني ما يمكنش يعني انك تعزل هذا جديد ولا هذا قديم، يعني حيت كتكون بعض الامور يعني عندك يعني مشاريع خاصك تقضيها في شي جوايه اخرين ولا شي حاجه، يعني ضروري خاصك انك لازم انك تركب في طاكسي واخا يكون ماشي جديد. ولكن ولات واحد الظاهره يعني في الطاكسي البيضي القدام يعني بعض النساء كيتعرضوا للتحرش الجنسي، شنو ممكن لك تقول في هذه القضيه؟ كاينين واحد الفئه يعني كاين شي طاكسيات يعني ما عندهمش رخصه ديال الطاكسي كبير، يعني كيكونوا خطافه بحال هاد الامور، يعني كتلقى يعني شي اشخاص يعني كيستغلوا هاد الامور هادو كتكونوا كتعرض للنساء للكريساج ولا للسرقه، يعني في داخل الطاكسي، يعني هنا خاصها تكون واحد المراقبه يعني صارمه لهاد الطاكسي. واش تقول لهاد الرجال او لهاد الناس؟ واش كنقول لهم؟ نقول لهم تقوا فينا الله، يعني واحد يعني خاص تكون روح المسؤوليه يعني في اي واحد فينا، يعني راه ان شاء الله الامور غتقادوا غتكون على ما يرام. افترض يعني كان زحام بزاف وبغيتي تركب، تقدر تركب مع خطاف؟ انا كنقول لك الا اقتضت الضروره، يعني طحنا في واحد ليكا اننا ركبنا مع خطاف يعني في شي، ولكن في مدن اخرى يعني ماشي في الدار البيضاء، يعني في نواحي ديال الدار البيضاء، يعني اذا اقتضت الضروره انك ما كتلقاش يعني وكيكون عندك واحد الوقت وكتعرض للخطوره مثلا من شي يعني كتكون في شي خلاء ولا شي حاجه، يعني كتقتضي الضروره انك تطلع مع خطاف واخا انك راه متعرض للخطر كثار يعني من كتيفي، يعني كتقتضي الضروره. ديال الطاكسيات الكبار ولاو قدام وجداد، الناس كيقول لك حنا كنحبدوا اننا نركبوا في الجداد ما نركبوش في القدام، حيت جداد على قيل هاد القضيه جداد ما فيهمش داك كما تنقولوا بهاد العباره من كطريح حمراء ولا راه تيكونوا بعاد شويه، كاين حيت جداد نوفو، اما القدام كيكون هذاك الالتصاق بحال كطريح الدريه قدام واحد راه مخشي فيه، هذا مشكل كيعانيوا منه كاع السيدات، حتى الرجال كيعانيوا منه ماشي غير السيدات. الرجال كيعانيوا حتى هما، المراه كاين المراه اللي ما كتحشمش كتجي كتلصق في الراجل والراجل حشمانه على عرضه، محشمانه قسما بالله انا وقعت لي شحال مره حاطه لك رجليها وما هي من نيبال فهمتي وانت حشمان التصرف ديال وكتحاول تتاخر وصافي اش غدير ما تقدرش تهضر اش غدير. علاقك على النساء اللي كيتعرضوا للتحرش الجنسي في دوك الطاكسيات القدام؟ الدائره ما خاصناش نشوفوها كاع في المجتمع ديالنا كمجتمع اسلامي ومجتمع محافظ، ما خاصهاش تكون الدائره كاع، خاص يكون شي قانون جذري اللي دار التحرش خاصو يتحاسب، هذا الشيء اللي كنعرف انا فهمتي، خاص شي حاجه جذريه. واش كتعيد ان يعني يمنع من عن قانون يعني الطاكسيات الكبار القدام؟ وهما دابا راه كاين ايطاب راه كيمنعوهم فهمتي، كاين اللي دابا اللي دافع كيديروا معاهم كيديروا شي تسهيلات باش يعطيهم طاكسي جديد، غاد ما في المستقبل غيحيدوا ان شاء الله فهمتي، ايطاب حيت ماشي كلشي في استطاعته يبدل في دقه فهمتي، غيكون ان شاء الله خير. كاينين القدام وكاينين الجداد، الناس كيقول لك حنا كنبغيو نركبوا في الجداد، شو تعليقك على هذه القضيه؟ بالنسبه للتاكسيات الكبار، التاكسيات الكبار كاينين داك التاكسيات اللي خارجين دابا جداد هما مزيانين مرتاحين، كل واحد جالس بوحدو كل واحد في بلاصه ديالو، ماشي بحال التاكسيات القدام شي داخل في شي وشي واحد غليظ واحد يدخلها ثلاثه غلاظ ما بقى مازال فين تجلس تمايا، هذا هو المشكل. واخا انا كنشوف واحد الظاهره ديال التحرش الجنسي يعني ضد العيالات، يعني في هذوك التاكسيات البيض البيضين القدام، شنو كتقول في هذه القضيه؟ التحرش الجنسي راه كيكون في التاكسيات الكبار بزاف، ملي كتجلس في التاكسي كتلوح يدك ولا شي واحد هي كتحرش بك كحاز عداك فهمتي، كيكون واحد الالتصاق بزاف في التاكسي. شتي هذه الحاله؟ عشت بزاف انا بهذه الحاله، واش كنعاود لك انا هذا الشيء كله عشته انا. كيفاش يعني كيفاش كان التصرف ديالك؟ ايوا ملي كتشوف شي حاجه بحال هكا ما كاين حتى فين تكحاز فهمتي، كتلقى داك الشيء مول التاكسي حتى هو كيشوف عادي داك الشيء فهمتي. الشيفور ما كيدويش؟ والو الشيفور هو كيشوف كاع من المرا كيكونوا شي حالات
خايبه كاع في وسط التاكسي وكيشوفوا الشيفور ما عنده ما كيقول داكشي عنده عادي حيت اللي بغى يركب محترم راه كيشد التاكسي حمراء. واش انت كتأيد يعني يتحيدوا التاكسيات البيضاء القدام بصفه نهائيه؟ بالنسبه لي انا كنتمنى يحيدوا التاكسيات الصغار التاكسيات القدام ديال الكبار يتحيدوا. بالنسبه للتاكسيات الكبار جداد مزيانين حيت كل واحد كيجلس بلاصتو مرتاح حتى التاكسي حمراء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.